مشاهدينا ونتابع وإياكم هذه المشاهد للمبنى الذي استهدف في منطقة الشياح بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية ليلة أمس. إذن مشاهد الدمار إثر القصف الإسرائيلي على مبنى في منطقة الشياح بضاحية بيروت الجنوبية. هذه هي بناية كرد الحصان هلا بالشياح. هي الضربة هلا ما حدا فر. هذه المونتانا يا عبد. هاي تعيت الموت يا شباب. استاذ هذه هي بناية كرد الحصان هلا بالشياح. هي الضربة هلا ما حدا فر.